بس النهارده انا فرحان، انا طارق كساب مبسوط زيكم كلكم. ابقوا معنا على بيتك على طول على بيتك على بيتك على بيتك على بيتك على بيتك على بيتك اطلع من غير شغب على بيتك. سنتجاور ثم نتفق على ما نفعله. إذا اتصلتم بنا بعد ساعة من الآن نقول لكم ماذا فعل. الواد خرج من الصبح ولسه ما رجعش. سابت ما رجعش وحماده حماده رجع. يا رب والنبي ده هو اللي ليا ما حلتيش غيره. وانت بتدوري على حد يا حاجه؟ سابت ابني نزل هو وحماده الفجر. حماده ابن ام شفيق جارتنا راحوا يبيعوا اعلام في المظاهرات. حماده رجع هو ما رجعش. رحت المظاهرات ادور عليه قلبت الدنيا ما لقيتهوش. قلت اجي هنا لحسن يكون جه على هنا. جيت على هنا ما لقيتهوش رجع. عمال اروح المظاهرات ادور عليه واخاف لا يجي ما يلاقينيش. اروح راجع هنا ما لقاهوش. باللي رايك يا حاج؟ انا مش عايزه حاجه، انا عايزه هو. مش عايزه فلوس. ربنا يطمنك عليه يا حاج، ربنا يطمنك عليه. طب اشمعنى حماده يرجع؟ ما هما الاثنين طالعين مع بعض. لا ان شاء الله هو هتلاقيه في القريب وهيظهر. هيظهر يعني يا حاج؟ ما اروحش المظاهرات ادور عليه. مظاهرات ايه يا حاج؟ خليكي قاعده وهو هيظهر. يا رب يا رب ان شاء الله ربنا هيطمنك عليه. ما تقلقيش، اشربي بس الميه. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. كل شيء يتغير بعد مرور عام على أحداث جسام في الوطن. نحن الآن على أعتاب وطن جديد، وطن يمنح الجميع الفرصة لخدمته. الجميع يا مصر، الكل يقدم أوراقه والكل يقدم رؤيته، وما على المواطن إلا أن يختار، يختار الأصلح والأفضل والأقدر على التجديف بقارب الوطن إلى بر الأمانة. بعد الفاصل سنتناقش حول هذا الموضوع ومعي ضيفان مهمان جدا. يشرفني اليوم القيادة الأمنية السابقة والخبير الأمني السيد عادل نصار. أهلا بكم. أهلا بك يا أستاذ طارق، وأهلا بالسادة المشاهدين. كما يشرفني اليوم القيادي الإسلامي البارز وصاحب الرحلة الشهيرة من القاهرة إلى كابول الشيخ رمزي عبد الستار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا أستاذ عادل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل شيخ رمزي، هل تنوون الترشح في الانتخابات القادمة؟ طبعا ده أكيد حقنا. حقكم إزاي بس يا شيخ رمزي؟ ده حضرتك شخصيا عربان من السجن. ده في الملفات القديمة بتاعتكم يا سيادة العميد السابق. لكن احنا دلوقتي في عصر جديد، عصر الديمقراطية. ايه ديمقراطية؟ أرجوك يا شيخ رمزي، يعني احنا على الهوى، فاحتراما حتى للسادة المشاهدين ما تخلينيش اقول كلام يزعلني من نفسي انا شخصيا. اكثر ما هيزعل اي سيد عادل. بعد الفاصل، بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نستكمل حلقتنا وسؤالنا، وهو سؤال الوطن في عصر الديمقراطية. ابقوا معنا بعد الفاصل. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.